أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. أنهت القوات الأمنية مهماتها في تحرير الموصل، ولم يبقى من عصابات داعش إلا بعض المناطق كتل العفر والحويجة، وهي معارك أسهل بكثير من معارك الموصل. ويبقى هنا الدور السياسي لإعادة المدن المحررة وإدارة الملفات الأمنية والخدمية والعمرانية. كيف ستمضي هذه الملفات وسط هذا الصراع السياسي؟ وكيف يمكن البحث عن أسباب سقوط الموصل والمدن الأخرى ومحاولة معالجة هذه الأخطاء الكبيرة؟ هل هناك خطة أو مشروع استراتيجي تعمل عليه الحكومة؟ أم سنكتفي في الانتصارات العسكرية؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفي، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا كادر البرنامج. التحديات التي يواجهها العراق في مرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي يراها النجفيون بأنها أهم من مرحلة التحرير، فالفتنة المقبلة ستتمثل بحسب المراقبين بصراع عربي كردي على المناطق التي يحاول إقليم كردستان الاستحواذ عليها، وكذلك الصراع على التقسيم وإقليم السنة ومحاولات استحداث قانون العفو عن عناصر التنظيم والسياسيين المتورطين بتسليم الموصل. لكن هذه التحديات لم تثني أهالي مدينة النجف على الرهان على دور المرجعية بوأد الفتن. التحدي الأول هو التحدي العربي الكردي حول المناطق المتنازع عليها، التحدي الثاني هو التحدي السني الشيعي حول الإقليم، إقليم السنة، التحدي الثالث هو استقلال كردستان ومشاكله مع المركز، التحدي الرابع والأهم هو مقاولات الإعمار الموصل وهي بين الفصائل الشيعية اللي ساهمت بتحرير الموصل، التحدي الخامس والأهم هي منع الحكومة العراقية لعودة أثير النجيفي وهو محافظ سابق، هذا ربما راح يهدد حتى الأمن في داخل الموصل. لكن ربما أكو فرس رهان وهو السيد السيستاني صاحب فتوى الجهاد اللي أنقذ بها العراق، ربما ستحقن إلى حد ما شيء من الدماء. منصات جديدة دخلت حيز التنفيذ لمرحلة ما بعد داعش، فالتحرك السياسي بدأ بتحليق كردي في سماء أوروبا للترويج لصالح استقلال كردستان عن العراق وجوبها برفض من حكومة بغداد وصمت من قبل البيت الشيعي في النجف. لا يمكن أن يكون لدولة أن تكون محاطة بمجموعة دول برية كلها لا تؤيد انفصالها، وأن جميع مقدراتها وجميع مواردها وثرواتها هي ليست المتصرف الوحيد بها. كما شهدت الساحة السنية تحركا سياسيا للملمة البيت السني من جديد من خلال مؤتمرات في بغداد وأربيل في ظل انقسام حاد بين أحزاب تحالف القوى، وليس بالبعيد إقامة مؤتمرات أخرى في دول إقليمية مجاورة لإعلان المنح السياسي لتيارات الأحزاب السنية في العراق. وهذه المؤتمرات حقيقة هي بدعوى ترتيب الأوراق وترتيب البيت الطائفي لفئة ما، ولكن بالتأكيد هذا لن يصب في مصلحة العراق، وهي محاولات وئدت في مولدها وأعلنت عن فشلها، وهي لن تستطيع الاستمرار في ظل توجه وطني عارم لكل الشعب العراقي بأن تكون المرحلة القادمة فيما بعد داعش هي مرحلة الوحدة الوطنية. مستقبل العراق ما بعد داعش أصبح على أوج التعقيدات السياسية الدولية والإقليمية، وحرب المصالح ابتدأت بعد عملية تحرير الموصل، وأول الغيث قطرات من أموال إعادة إعمار نينوى. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بكل من النائب صادق المحنة عضو التحالف الوطني، وأيضا النائب نائف لغيري، وأيضا النائب عامر الفائز عن كتلة المواطن. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيد المحنة. هذا اليوم بعد هذه الانتصارات اللي حقق جيشنا على أرض الواقع وتحرير محافظة نينوى وبتحديد مدينة الموصل اللي هو قلب داعش، هل اليوم شلون ممكن نشاهد أو ممكن نستقر الواقع السياسي
السياسي بعد تحرير الموصل من داعش. يعني والموصل يعني الكل يعرفون انه داعش والبغدادي القى الخطبه ماله من قلب الموصل، يعني اصبحت الموصل مقبره داعش. شنو هي التحديات اللي ممكن يواجهها او تواجهها الكتل السياسيه ما بعد داعش؟ شكرا جزيلا، تحيه لحضرتك لمشاهديكم الاكارم لضيوفنا الاعزاء. حقيقه اي موضوع تريد تعالجه، حتى هسه اذا لا سمح الله الانسان من يمرض يروح للاسباب، يعني مو يعالج الاعراض. الانفلونزا بها اعراض بس لها اسباب، اكو فيروس لازم نقتل الفيروس. احنا الان يفترض ان نفهم ما هي الاسباب التي ادت لسقوط الموصل. لحد الان ما ارى في المشهد السياسي او عند الاخوه الاحزاب السياسيه او المتصدين خلينا نسميهم، ما عندهم الرؤيه لمعالجه اسباب. عندهم رؤيه الى ما بعد داعش، وما بعد داعش اذا كانت نفس الاسباب. انا قلت كتبت مقاله في قبل يوم امس، قلت انه ممكن تعود داعش بشكل آخر إذا إحنا ما عالجنا الأسباب. عندنا أسباب مهمة، أهمها الفساد، عدم احترام الدولة، ضياع هيبة الدولة، عدم فرض القانون، فرض الانتقائية في تطبيق القانون. هاي بسبب الكتل السياسية يعني والأزمات اللي حثت من يعني منذ عام 2003 إلى هذا اليوم، يعني نتيجة الصراعات السياسية. حتى نكون منصفين، الصراعات السياسية لها أسباب. نعم. وإلها بيئة تتغذى بيها. أكو عوامل كثيرة أدت إلى هذا، منها داخلية ومنها خارجية. هسا إحنا على الأقل خلينا نرصن وضعنا الداخلي. أنا أعتقد الحل يكمن في فهم مقتضيات المرحلة القادمة. نعم. وأن نؤمن بتنوع العراق، تنوع الشعب العراقي. إذا قدرنا أن نؤمن هذا وننتهي من حكم الأخوة السنة ومظلومية الشيعة والأكراد، ونبدأ كل إحنا نقود العراق تحت مظلة اسمها المظلة الوطنية، هذا لا نقدر. لا يعني ما يقول هذا خيال. لا هذا أمنيات. لا مو أمنيات. يعني أنا كمواطن عراقي فقير بسيط، فاقد أمني، فاقد خبزي، فاقد مستقبلي، يعني أقصد المستقبل هو بالبطالة. ويعني هذا اليوم أعداد كبيرة وجيوش من العاطلين عن العمل. أقول هذه تصريحات سياسية ربما يريد هذا السياسي أو ذاك السياسي يقنعني أنا كمواطن، لكن ما أقتنع بها. اليوم أريد نضع النقاط على الحروف، اليوم أريد نصل إلى قلب المشكلة. ما بعد نحتاج إلى حديث الكتل السياسية أخطأت ولازم التنوعية وتعددية. وهذا اليوم السيد مسعود البرزاني يعلن الانفصال أو ربما الاستفتاء، وهذا دليل إلى الانفصال. يعني هناك مشاكل كبيرة وخطيرة راح تواجهنا في المرحلة ما بعد داعش. خلينا نتكلم بكل صراحة وشلون ممكن نواجهها. يعني وتحدث أحد السياسيين من الأكراد قال احتمال تصير حرب دموية. يعني شلون ممكن أنا كمواطن عراقي أقرأ المشهد السياسي يعني المستقبلي؟ ست هيفا، خلينا نتكلم بصراحة. شنه اللي يضمن راح هذه الكتل السياسية تغير نهجها؟ هي ذات الوجوه وذات البرنامج وذات التصرف وذات التكالب على الحصول على المقاعد أو الكراسي. شنه البرنامج؟ أنا ما راهن على هذا. خل نجي بثورة فكرية، لا ثورة أو مقاومة فكرية تحررية، لا مقاومة سلاح، لا مقاومة مسلحة. هذا منو يسويها؟ مو سووها الكتل السياسية. أنت إذا تنتظر يا الشعب العراقي من الكتل السياسية أن سوي لك ثورة فكرية على نفسها، أنا أقول ما ممكن. سمك واحد يجي يثور على نفسه ويقول من حمل المواطن؟ لا المواطن أخطاء الكتل السياسية يعني هاي مشكلة. لا ليش؟ خلينا نرجع، منو جابهم هذولا؟ احنا لو نؤمن أكو ديمقراطية، لو بعدنا نتصرف بعقلية الدكتاتورية. أنا شخصا أؤمن أكو ديمقراطية. أعول تدرين ست هيفاء ولا يهون الأخوان، إحنا في كل محافظاتنا
النخب المثقفة 20% ما يطلعون للانتخابات. نعم. بس من يقعد يريد من الكتل السياسية، طبعا الكتل السياسية ايش تنتظر اذا تشوف نعم. واحد ساكت ومقابل بهذا الوضع، مو ساكت لكن ضغوطات الكبيرة للكتل السياسية وايضا الدول الاقليمية ودول الجوار لعب دور كبير في هذا الموضوع. سيادة النائب، يعني هذا اليوم المواطن العراقي في ظل هذه الانتصارات اللي حققها جيشنا وقواتنا الأمنية، حشدنا العشائري أيضا البيشمركة، يعني توحدت كل الجهات العسكرية على كلمة واحدة هو النصر والقضاء على داعش. شلون ممكن نترجم هذا النصر على أرض الواقع بعد القضاء على داعش؟ يعني اليوم نشاهد أجندات سياسية جديدة يعني تظهر على الساحة السياسية مثل الانفصال، وأيضا هناك المشروع السني وأيضا المشروع التحالف الوطني. اليوم ممكن المشاهد أو المراقب للشأن السياسي يستقرأ أن هناك ربما أزمة كبيرة ستحدث بعد داعش. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بدأنا أحييك وأحيي الضيف الكريم وضيفين والمشاهدين المحترمون. حقيقة تدأت أنت بكلام مع الأستاذ معالي السيد النائب بأن هذا الكلام مجه الشارع، إنما الشارع يريد تطبيق. نعم. التطبيق اللي تتفضلين أنت سرين به، إحنا هنا في القناة وفي أي مكان إعلامي نقول الكلام الذي نؤمن به. نعم. لكن واقع التطبيق هذا يصير بالميدان. نعم. يعني أنا ما أدري مثلا مثل ما قلت قبل قليل السيد أنه شلون راح أضمن، إحنا نقول كتنظير، أما التطبيق الواقعي إذا رجعنا إلى مفهوم الديمقراطية الحقيقية، والديمقراطية هي حكم الأغلبية. نعم. وهكذا الأغلبية المقصودة هو الشعب. الشعب هو السلطة، أعلى سلطة بالله. نعم. والشعب كيف يحكم؟ عن طريق ممثلي بالتصويت. نعم. لكن أنت بالتصويت. نعم. يعني أنت مو قل جاء تلقي اللوم على الناس، لا، إنما جاء شخص إيش المشكلة. نعم. المشكلة. يعني خلي نتحدث بكل صراحة، أنتوا اثنينكم من التحالف الوطني، اليوم إذا نتحدث عن التحالف الوطني ونتحدث عن مناطق الجنوب، يعني 14 سنة من أزمة متراكمة، أزمة الشارع الشيعي، خلي أتحدث بكل صراحة، يعني ما قدرت قياداتكم الشيعية وتحالفكم الوطني أنه يساعدون أهلهم وناسهم اللي كانوا مضطهدين بالسابق؟ يعني شلون ممكن هذا اليوم يغيرون نهجهم وخطابهم السياسي لإعادة هيكلية البيت الشيعي وأرضاء هذا المواطن البسيط؟ السهم ترجع تتحدث لي أو يتحدث لأي سياسي، لا، هذا المواطن جابهم للكراسي، مو نفس الوجوه يرشحون نفسهم للانتخابات، مو نفس القوائم، مو نفس الكتل، يعني ما يتغير شيء. ما يتغير شيء ليش؟ صندوق الاقتراع ما جاي يغير. صندوق الاقتراع من يقوده؟ يقود الناس، المواطن هو اللي جاي يقوده. يعني في كل دول العالم والان كانت ليش ما نقول الصراعات السياسيه الموجوده بالجنوب هي اللي تقودها؟ الصراعات السياسيه، لكن الصراعات السياسيه من التحالف الشيعي ما يخالف الصراعات السياسيه، منو قاعدتها؟ قاعده المواطن التابع للاحزاب تقصد؟ لا تابع لا القاعده انا كحزب الفلانسين منو يوصلني للسلطه؟ الناس. نعم. فالناس لا ترفضني انا اروح. نعم. لك تحدث كلام جميل جدا السيد محنى، قال لك 20% ما طلع من المثقفين للانتخابات، يعني اللي طلعوا هم فقط ربما يعني فاذا هؤلاء المثقفون جمهور الاحزاب، هؤلاء المثقفون الذين هم مثقفون ويعرفون ما هي الديمقراطية ويعرفون مستقبل البلد ولن يشاركوا في رسم المستقبل، هاي مسؤولية تقع عليهم. نعم. المواطن البسيط عندما لم يلتزم بتوجيهات المرجعية، عندما قالت المجرب لا يجرب ونحن لا نؤيد قائمة بحد ذاتها فانتخب أنت من تراه صالحا، وبالنتيجة أجي أنا المواطن وأصدق أما بأقوال معينة من الأحزاب وأما طمعا، تعال عينك تعال ما أعرف إيش أعطيك كذا، فإذا حتى المواطن نعم ما تقنعني والله، أنا سيادة النائب أنا كإعلامية ما قنعتني بهذا الكلام، لا أنطيني الشارع، لا أنطيني يعني كلام مقنع حتى تقنع للمواطن العراقي بالشارع الجنوبي تقول له والله هذا الخلل والدمار اللي حصل وهذا اليوم مناطقك منكوبة، أنا أقصد منكوبة بعدم
إيجاد فرص عمل وأيضا الخدمات السيئة. الدولة مسؤولة على كل هاي المشاكل. اليوم ما حمل المواطن، تعال أنت ما انتخبت ونحن عندنا التوافقية السياسية، يعني حتى لو ننتخب شخصيات مستقلة كفوءة تدخل في مجلس النواب، التوافقية السياسية داخل مجلس النواب أيضا تخرج نفس الوجوه ونفس الشخصيات تقود الدولة. يعني أنا ما عاد أقتنع بكلامك، أنطيني كلام مقنع نقنع به المواطن العراقي، شلون ممكن نغير خطابنا بعد داعش؟ لأن اليوم بدينا مرحلة جديدة. خطابنا نغيره بشكل عملي. إذا فعلا بدينا اليوم على سبيل المثال جلسة اليوم صباحا في مجلس النواب كنا نصوت على مجلس الخدمة الاتحادي، وهذا مجلس مهم جدا. نعم. ما حد نظر من المجلس بكفاءة المتقدمين أو المرشحين. نعم. نسأل كل دون استثناء. نعم. نسأل المرشحين دولي إيش قد بيهم سنة، إيش قد بيهم شيعة. شفت؟ وهاي الكتل الكبيرة اللي موجودة. هسه وصلنا إلى قلب المشكلة. إيه؟ يعني هاي المشكلة، مو مشكلة المواطن البسيط الفقير اللي يطلع بعد الحر حتى يجيب لقمة عيش لأطفاله. السياسي اللي يجي بعنوان الطائفي. نعم. السياسيين جايين بعنوان طائفيين. نعم. مو الكل. ما نقول الكل. لا الكل. لا 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 مو الكل. احنا ما نقول الكل. يعني الكل قسم منهم. النسبة العالية. النسبة العالية. النسبة العالية صحيح. يجون بالعناوين الطائفية، فهذا لما كان يجي بالعنوان الطائفي إذن هو مستقبله ووجوده هو العنوان الطائفي. نعم. مجرد غير هذا الخطاب هو قد يكون يصير لا شيء. نعم. وما يصل إلى السلطة. يعني قد. فلذلك يحاول يحافظ عليه. من يحاربه لازم هذا الشيء. إحنا نقول أنا عدة مرات عندت في عدة لقاءات إعلامية أقول نحن بحاجة إلى ثقافة مجتمعية، إلى وعي ديمقراطي على مستوى مجتمع. وليس على مستوى السياسي فقط. وليش ما نقول نحن بحاجة؟ ليش ما نقول نحن بحاجة إلى هذا اليوم إعادة الخطاب السياسي العراقي؟ ليش ما نقول هذا اليوم نحن بإعادة هيكلة الكتل الكبيرة السياسية؟ هذا اليوم. هذا اليوم. قبل قليل. أنا أجيت بعنواني الطائفي. نعم. نعم. فأنا شلون غير خطابي؟ هو مستقبلي، هو وجودي. نعم. خليني أنتقل لسيد كامل. أستاذ كامل، يعني هذا اليوم في ظل هذه التجاذبات السياسية، وهذا اليوم بعد تحرير محافظة نينوى والموصل الحدباء وهذه الانتصارات والدماء، أبطالنا يعني من الجنوب للشمال كلها روت محافظة نينوى والموصل الحدباء، شلون ممكن نبتعد عن الخطاب الطائفي ونأسس إلى خطاب وطني يقود العراق إلى بر الأمان؟ يعني الكل يتحدث والمراقبين يعني يتحدثون أنه هناك أزمات كبيرة ستحدث بعد داعش، شلون ممكن نقضي على هذه الأزمات وشلون ممكن نوحد خطابنا السياسي؟ أولا الله محييكم، حي قناتكم الكريمة وحي ضيفكم الكريم. بعد الخلاص من العصابات اللي هي اجتاحت المناطق ودمرت المناطق بكاملة، المناطق الغربية اللي كانت الموصل أو صلاح الدين أو الأنبار، واليوم أصبح الدمار اللي حصل لهذا المناطق، يجب أن نوضع برنامج سياسي جديد أو تعديل لمسار عملية سياسية. نعم. وتصفية القلوب العراقيين. نعم. القلوب العراقيين مصافين. نعم. أستاذ كامل. قلوب السياسيين. السياسيين. نعم. قلوب السياسيين. قلوب السياسيين، يجب على السياسيين أن يصفون قلوبهم، أن ينظرون إلى هذا الشعب اللي مر خلال هذه السنوات في أدخلوه في نفق مظلم ومتعب، واليوم الشعب يعاني معاناة في. نعم. وانهيار في كل شيء. اليوم مدن مدمرة، مستشفيات بلا أطباء، اليوم المحافظات لا توجد بها خدمات، وهذا الأمر يجب على السياسيين أن ينظرون إلى شعبهم وينظرون إلى معاناة العراقيين وينطلقون بعملية سياسية جديدة اللي هي يبتعدون عن دولة المكونات اللي هي دمرت البلد. يجب أن تكون هناك دولة المواطنة. كيف أن نخلق دولة مواطنة ما بعد داعش؟ وكيف نقلب صفحة جديدة مع شعبنا ومع الناس اللي موجودين؟ لا نريد أن السياسيين خلال طيلة 14 عام والبلد جروه إلى منزلة خطير جدا وإلى دمار. نعم. وإلى إلى يعني تتحدث عن الكتل السياسية، أنت واحد من الكتل السياسية، يعني شلون ممكن تقنعنا يعني سيد كامل؟ نعم أنا أقنعك. إحنا بالنسبة لنا يجب أن نبتعد، الخطأ اللي حصل خطأ يتحمل الجميع،
ويتحمل جميع الكتل السياسية وتتحمل جميع اللي اشتركوا بالعملية السياسية. اليوم يجب إذا يريدون أن ينظرون إلى شعبهم أن يغيرون المعادلة السياسية. كيف تتغير المعادلة السياسية إلى المكان ما كان هناك مكونات، واليوم ذولا سنة وذولا شيعة وذولا أكراد وذولا عرب، وجر البلد إلى هذه المحركة. ونتوكل إذا بقت هذه المكونات. خليني أستاذ كامل أحكي وياك يعني لسان مواطن. يعني بصراحة المناطق السنية والمناطق الغربية، خلينا نحكي بكل صراحة، لانتخبتكم ما شافت منكم أنتوا كل شيء، يعني كل خير ما شافت منكم. نعم. أيضا نعم. المناطق الجنوبية اللي انتخبت ناسها وأهلها ما شافت، يعني حتى لو اشتغلنا طائفية لا المناطق الجنوبية الشيعية استفادت من التحالف الوطني ولا المناطق السنية استفادت من اتحاد القوى السني. يعني هاليوم هذه نعم. المعادلة نعم. ما نعم. نعرف شلون نقراها، يعني نعم. ما بيها قراءة واضحة. نعم إذا تسمحين. واليوم نتحدث لازم نعم. نعيش دولة نعم. مكونات نعم. ولا جد. خليكم طائفية نعم. وخلي كل واحد يخدم مدينته. نعم. لكن انتم لا خدمتوا مدينتكم ولا توحدتوا على خطاب سياسي، خليتوا الاجندات الخارجيه تلعبين. نعم مو هذا الحل ست وفاء، هذا الحل هيفاء العفو، هيفاء العفو. احنا كل ما في الامر المتروك، المتروك الوضع للشعب العراقي، للشعب العراقي. نعم الشعب العراقي كامل الغريري اللي هو ما اشتغل في هذه المرحلة واشتغل في طائفية واشتغل في أمور. يا أخي لوش مشلب المواطن؟ لوش كامل الغريري يعني كشمر المواطن ويقول له عاني؟ أنت يقول للمواطن، يقول له أنت 14 عام ما سويت شيء، يجد البديل، بديل في محافظته وفي منطقته. خلي يطلعون ناس من رحم المعاناتهم، من رحم العشائر. نجي على أي محافظة كانت، إذا محافظة الأنبار، محافظة الأنبار ليس الأنباريين اللي موجود والشارع الأنباري أن ما يقدر يغير ويقول لا والله إحنا نجيب من معاناتنا من الناس اللي نسحوا، من الناس اللي يدمروا في هذه المحافظة. هو ليش يجي ينتخب كامل الغريري أو ينتخب فلان وفلان؟ أما المناطق الجنوبية هم هكذا ويغيرون الوجوه، لا يظلون متمسكين. أستاذ العزيز خلينا نتحدث بكل صراحة، يعني هذا اليوم حتى لو المواطن العراقي انتخب شخصيات مستقلة، هناك كتل كبيرة راح تصير توافقات سياسية، وبعد العملية الانتخابية راح يكون هناك نفس الوجوه ونفس الأشخاص. لا ست العزيزة احنا لا نظل نعول بحيث ذول زعامات والتخوف. زعامات نفسه موجودين 14 سنة، يعني احنا خلي الشعب العراقي، خلي الشعب مناطقيا، كل محافظة محافظتها وكل منطقة منطقتها يقول يابا احنا السياسيين اللي قادوا العملية من 2003 على فشلوا، احنا ما راح ننتخبهم، ويصير تكاتف. عشائرنا موجودة، واليوم المجتمع العراقي اكثر مجتمع نعم. عشائري. العشيرة كل عشيرة تجتمع مجتمع مسبق وطلع لها واحد اثنين، وهاي المنطقة طلع لها واحد اثنين، وخلي يغيرون الوجوه. اذا ما غيرت الوجوه على شنو نعول على اساس؟ خلي نشوف رئيس النائب سيد المحنى. يعني سيد النائب، يعني شلون ممكن نقدر نحن؟ مو عندنا مشكله، بس خلي يعرفون السياسيين والكتل السياسي. ما عندنا مشكله بالوجوه، ما عندنا مشكله، خلي ينعادون، ما عندنا مشكله وياهم، لكن عندنا مشكله بالخطاب السياسي، عندنا مشكله بما قدموا بالمنهج وشنو قدموا الكتل السياسيه. هاي المشكله مالنا نحن، ما عندنا مشكله يعني الشخصيات والشخص. ست هيفاء، دايفون الجماعة، خلينا نكون واضحين، احنا الخط البياني للأداء كنا نتصور يرتفع. نعم. يعني ثانيا علاقتنا مع شعبنا أيضا كنا ترتفع، يعني نعم. ما كنا نتصور أنه يصير هبوط بالأداء ولا الآن أكو نزول بالخط البياني للأداء، وكذلك نعم. نزول بمقبولية الأحزاب بالشارع. احنا هسه ما خلنا نتكلم بصراحه، هي تحولت من احزاب الى عائلات. نعم. كانتونات وعائلات، وكل واحد هذا عائلته، وهذا لازم يجيب ابن عمه، وهذا يجيب زوجته، وهذا يجيب ابن خالته. وكانه العراق ما لبهاتنا، قعدت الناس دا تتقاسم. هذه يراد لها هزه صعقه بصراحه. مره يعني انا اجيب امثال من الطيب، لانه هي حياه الناس. نعم. يعني اللي يوصل يموت يجيبون قلبه يتوقف يصعقوه. نعم. حتى ترجع الحياة. الآن يراد لنا صعقة حقيقية. منو قاعد يقوم بها؟ ها بالضبط، هو هذا السؤال، من هو يقوم؟ أنت، أنا قلت في بداية حديثي، قلت هل من المعقول أنا أجي مرتب بيتي ومرتب حزبي ومرتب وضعي وأجي أنطي برنامج أو قضية ضر حزبنا؟ خب ما تصير.
ولكن أنا أرى أنه هالمرة إذا ما تصير كتل جديدة وقوائم تنافس وتزاحم ما رح يصير حل. أنا أشوف وأتمنى من شبابنا الواعي أن تصير حركة شبابية، أن ينزلون للساحة، أن صح الأحزاب شوفي عدهم المال وعدهم القوة وعدهم العلاقات الخارجية، وإحنا مو ضد الأحزاب، أنا شخصا كل إحنا منتمين للأحزاب مو ضد الأحزاب، ولكن نريد منهاج هسه أن نجبر الخط الثاني والثالث والرابع بالانتماء، أن يجبر مسيرة كتلة مسيرة الكيان أن تتعدل. وإحنا الآن ماكو من 2003 شنو، خل واحد يقول لي ترى ماكو طائفيهم، خل أقول لك الفساد من لا طائفية، لا طائفية ولا قومية. نعم. أفضل مؤسسة تشتغل بالعراق هما مؤسسة الفساد. نعم. متجاوزة كل هاي الأمور لا طائفية. ليش ما نتفق على بناء البلد؟ ما نتفق المكاسب الشخصية كبيرة موجودة، مو بس الحيتان صدقي نزلت صارت حتى مجتمعية. الفساد وصل الى يعني نهايه السمكه بعد ما مو بس الراس. هذا الشيء الراد له خلاص نقطر السطر يا ناس، مستقبل اولادنا مستقبلنا احنا هم فشله علينا باكر. تاريخنا يقول لك بهاي فترتكم كانت فرهود مو فساد. نعم. فرهود وفشله علينا بهذه. احنا بالبصره ما عندنا مي صالح للشرب. نعم. فشل علينا ما عندنا شارع نطلع، لكن تعال لمن تحكي لا حياتي لمن. نعم. تنادي. أنا أشوف أنا أقولها ومن بس من نعم بس سؤال يعني خليني أداخل وياك. هذا حكي مواطن وليس حكي نائب سياسي. يعني هذا المواطن يحكي المفروض، يعني اليوم من نسمع حكي سياسي يطابق حكي المواطن يساعدنا فقدان للأمل. يعني لا لا هي مو فقدان للأمل. شوف يعني أنا أقول وأتكلم من هذا منبركم وأنه إحنا ما وصلنا لحد اليأس بالعراق. أنا أكو أمثلة ودائما أذكرها جورجيا هذه. نعم. كان القضاء الجورجي يسوي مشكلة بالشارع مع المواطن الجورجي حتى يجون يبتزوا ويأخذون منه فلوس. نعم. هيك وصلوا بالنتيجة إجت ناس عندها الوطنية الكافية وغيرت المسار. إحنا ما وصلنا لها الحمد لله، قضاءنا متعافي لحد هذه اللحظة، عندنا مؤسسات، هسه عندنا خلل لكن ما وصلنا لها. خلل 14 سنة يعني خلل. إذا بقينا شوفي ست خلي يسمعني المواطن وهسه قد يعني يكون إذا بقينا الاقتصاد في تراجع، الأمن في تراجع، يعني على ذات النهج، على ذات التصرف، على ذات الوجوه، على ذات المناهج، إحنا النزول أكثر ويستمر بعد 14 سنة، لا يستمر أكثر من 20 سنة. صح تغيير بالشعوب مو موضوع، التنمية المجتمعية مو سهلة. نعم. ما اليوم ويومين وسنة. نعم. لكن يراد. نعم. لكن قبل ما أنتقل إلى سيادة النائب، نقطة مهمة جدا، يعني أهاليكم بالجنوب وناسكم بالجنوب يعني ناضلوا هواية حتى يخلصون من الدكتاتورية، اليوم كلهم مظلومين. يعني بعض الناس اللي صدام عادم اثنين او ثلاثه من اهلهم وقرايبهم اليوم يترحم على صدام، يعني بصراحه من اهالي الجنوب. لا. ونشوفها على صفحات التواصل الاجتماعي. لا. يقول يعني الحكم الشيعي ما قدم شيء للشيعة، يعني ما نتحدث، يعني هسه خلينا نتحدث. يعني هذا حكي الشارع والناس، في يعني نسمع موجودة نسمع على مواقع التواصل. احنا اولا مو حكم شيعي. شو ما عندك؟ لا لا مو حكم، لا مشترك بين الكل. لا لا ما نقطة مهمة، هل يوم التحالف الوطني، التحالف الوطني إلو رئاسة الوزراء إلو الحكومة التنفيذية، اليوم شلون ممكن أخدم ناسي أخدم أهلي؟ هاليوم البصرة تسجل أكبر محافظة بالتلوث البيئي، يعني الكل يعرف الأمراض، يعني نسبة عالية جدا أمراض الخطيرة هاليوم، يعني شلون ممكن هذا اليوم أنا كحكومة محلية أساعد هاي الناس يعني وأفيد محافظتي؟ يعني بصراحة تحدث خلينا ما تقطعت. لا لا لك إلك الجواب تفضل. الحقيقة إذا تحدث إن بشي واقع. واقع يعني بعد ما أقبل إذا مو واقعي ما رح. لا رح تش واقع. نعم. أول شيء الحمد لله اللي قبل قليل أنت ملاحظة كلش صحيحة إن اليوم السياسي بدأ يتكلم بكلام المواطن. نعم. هذا مو كارثة. لا لا مو كارثة. لا لا بالعكس بالعكس. هذه كارثة من أنا السياسي وتحت قبة البرلمان وأحاسب المسؤول وأقدر أجيب وأقيل تحت قبة البرلمان وكل شيء ما أقدر أسوي وأحكي حكي مواطن. أنا على إيش أنت موجود في العملية السياسية؟ أنا على إيش أنت موجود داخل قبة البرلمان؟ هذه مؤشر على أن السياسي بدأ يشعر شعور حقيقي بشعور المواطن. نعم.
هذا واحد. اثنين، اليوم كل السياسيين بالكتل بالأول قبل كم سنة بالطائفية كان لها دور بكلام من نحشي يقول احنا شيعة وشنو كذا واحنا السنة. اليوم الكل قام يتبرى من هذا العنوان، يتبرى العنوان مو كهوية، كل معتز بهويته ومعتز بطائفته ومعتز لكن يتبرى من عندك كخطاب وطني. نعم. اليوم هذا هاي صحوة، هاي بداية الصحوة، هاي بداية التغيير. يعني من أنا اليوم ما أقدر أتكلم مثل ما كنت أتكلم ب 2010 بالطائفية أو بالقومية، اليوم لازم أحكي وطني، يلا انقبل كلامي، هاي بداية الصحوة. نعم. وبداية الصحوة راح تجبرنا إحنا كسياسيين، تجبرنا على تغيير الخطاب، وتغيير الخطاب يجبرنا أيضا على التغيير التنفيذ. اليوم ما حققه الشعب العراقي بقوات الأمنية بالحشد الشعبي بكل الصنوف بانتصارات على الإرهاب، وفي الموصل وحد كلمة الشعب العراقي وزاد من وعيه. وأنا كسياسي أصبحت ملزم أن أسير بركب ما يريده الناس والمواطنون، وإلا ألفظ خارج القافلة. نعم يعني هاي بداية الصحوة. نعم يعني الصحوة. يعني راح نقدر بعد داعش إنه نوحد صفوفنا ونلم آلامنا وجراحنا ونحكي كلمة واحدة وقلب واحد؟ بالتأكيد. لو راح لا لا بالتأكيد. أزمات كبيرة مثل ما شاهدنا الآن. الأزمة اسمحيلي. أزمة وكل خلي أتحدث لك بكل صراحة. اليوم السنة يوحدون صفوفهم، واليوم التحالف الشيعي وحد صفوفه، اليوم الأكراد أيضا يوحدون صفوفهم ويقول لك أنا أريد أعلن الانفصال وخلص. يعني اليوم أكو أزمات بعد داعش. أجيش مؤشر على كلام السنة ابتداء راد يقيمون مؤتمر سموه مؤتمر أهل السنة لغرض أنه إيجاد مرجعية سنية كذا، بالنتيجة اضطروا أمام جماهيرهم هم وناسهم يرفعون هذا الاسم ويسمون المؤتمر الوطني، ماكو بعد مؤتمر السنة. الشيعة والتحالف الوطني بدأوا ينادون مثل ما تفضلت الحيتان، بدأ ينادي بكتل سياسية عابرة للطائفية عابرة للقومية. هذا شنو معناه؟ معناها الوعي الوطني والشعور الوطني بدأ يضغو على الشعور الفئوي والطائفي وإلى آخره. هاي البداية هي بداية إيجابية وراح تقودنا إلى منهج وطني أيضا. هنا يجي دور الشعب يحاسب، يحاسبني شلون الشعب يقدر يحاسبني؟ انتخبني أنا نائب، شلون يحاسبني الشعب؟ يحاسبني يعاقبني مرة ثانية ما ينتخبني. أنا أضطر راح أكون أجي للانتخابات بمنهج. اليوم أنا بالأول من 2010 من أجي للمواطن وأعطي خطاب في سبيل ينتخبني يصدق بي. اليوم من أحاكيه نفس الخطاب راح يقول لي لا أنت تكذب. نعم. جربناك. لكن أضطر أقدم خدمات. نعم. إذا وصلنا هالمرحلة أقدم خدمات. نعم. حتى أكسب صوت المواطن. يعني أنا اللي حيرني يعني الكتل السياسية في كل الانتخابات تقدم نفس المنهاج وتقدم أيضا خدمات المواطن أو من أولوياتها، لكن بعد الانتخابات تصير كلها شعالات. يعني تصير كل هذا المنهج اللي تقدمه للمواطن يصير شعالات. يعني قانون الانتخابات اليوم ممكن يصدق بالسياسة حتى اللي قدم على الانتخابات أما المواطن فقد. قانون الانتخابات اليوم أقول أنا من منبركم المحترم أخاطب كل المواطنين عليهم أن يتابعوا قانون الانتخابات. إذا قانون الانتخابات فصل كما فصلت القوانين السابقة على مقاساتها الأحزاب الموجودة عليهم أن يتظاهروا ويرفضوا هذا القانون. عليكم أنتم بالبرلمان أيضا نرفضوا هذا القانون. إحنا نرفض هذا القانون اللي يقدر يرفض. نعم. لا تنسين إحنا خلينا نشخص بالبرلمان أكو حزبي. نعم. هذا ملتزم قيادي. وأكو مستقل. نعم. يملك رأيه. نعم. يعني وأكو ما يملك رأيه. خليني أنتقل سيد كامل. سيد كامل يعني يقول لك المواطن عليه انه ينتقد القانون مع الانتخابات اذا مو على مزاج المواطن او رأي المواطن، شلون ممكن ينتقد هذا القانون واكو كتل كبيرة تسيطر على مجلس النواب او ربما على التصويت داخل مجلس النواب؟ هذا واجب البرلمان، يجب على البرلمان والكتل يعني. نعم البرلمان والكتل السياسية، اول الكتل السياسية طبعا هي تمضي مثل هذه القوانين اللي كانت سابقة الاستفادوا من عدها وصعدوا بها. أما بعض الأخوة من السادة النواب اللي هم مثل ما تفضل أخي العزيز السيد النائب، أكو بعض من السادة النواب نواب مستقلين، وذول المستقلين يحاولون أن يدفعون نحو تغيير الانتخابات، أن تكون هناك انتخابات نزيهة. أما الشارع العراقي، الشارع العراقي إذا ما يسلك الطريق كالعادي
اولا يجيبون ناس من مناطقهم، وهاي المناطق تكون مزكاية اولا، من يجون من رحم مناطقهم ورحم معاناتهم. هذول الاشخاص اولا راح نخلص اللي يحمل جنسيتين، لان ما راح يجيبونا واحد يحمل جنسيتين، وما راح يجيبون شخص جماعة دخل يحملون جنسيتين. المشكلة اللي يقول لا لا دخل يعطيك نقطة نقطة بس خلي يتحدد حتى المواطن يفهم شنو أقصد. لا لا الانتخابات، لا لا بس خليني أتحدد بهاي النقطة. يعني هذا اليوم كل اللي يحكمونا بالعراق، يعني من حكومتنا رشيدة وأيضا أغلب البرلمانيين الموجودين والكتل السياسية، كلهم عندهم جنسيات بريطانية وأمريكية وأيضا أوروبية. نعم ما نعم نقلوا هذه التجربة نعم وجابوها نعم للمواطن. نعم يعني نعم هذا اليوم اللي عنده جنسية ما استفاد منها المواطن. لا لا هو عايش وعائلته بالنعيم. نحن ننظر إلى السياسيين، تدرين إحنا ما كنا خارج العراق، اللي كانوا خارج العراق اللي هم 20 سنة أو 30 سنة خارج العراق، إحنا كيفنا بيهم، من كيفنا نعم بيهم قلنا تجربة العالم. نعم وراح نستفاد من عدها. بس اليوم احنا كيف نثبت ولاء للوطن؟ اليوم الولاء ما صار للوطن. اليوم عندما تتحدث مع الشخص اللي يحمل جنسيتين، من تتحدث وياه وتضغط عليه يقول لك لا انا تابع للدولة الفلانية، ويركب طائرته ويذهب للدولة الفلانية. وهذا حصل خلال هذه السنوات، حصل هذا. احنا حاليا نريد اشخاص يخرجون من مناطقهم ومن رحم معاناتهم ويجونا، بحيث تعرفين انت اليوم المناطق عندما تنتخب ما يتقبلون واحد حرامي. يعني هاي بعد قانون الانتخابات اللي راح تصوتون عليه، يعني هذا الدور لكم سياده النائب. يعني نعم نعم نحن لازم نصوت على قانون الانتخاب يخدم هذا المواطن حتى نقدر نمشي داخل مجلس النواب وبعدين نحمل المواطن مسؤوليه. اليوم المواطن ما بعد هاي المرحله كيف يحدد موقفه مع الناخب، منو راح ينتخبه؟ هل ينتخب اللي هو خلال هذه السنوات وصل الى هذا الحال؟ سيد كامل خلينا بالواقع. اليوم عندنا أزمات حقيقية بعد داعش، اليوم عندنا أزمات حقيقية سياسية بعد داعش. نحن ما نروح نعول على انتخابات بعد 6 أشهر 7 أشهر احتمال تصير أو ما تصير. يعني هذه حالات دولية. المواطن اليوم يريد يغير المعادلة السياسية، إذا ما تغير المعادلة السياسية هذا خلينا بالأزمات اللي موجودة. يعني الأزمات أزمات موجودة حقيقية يعني بعد داعش. العراقيين حاليا حتى كتل سياسية ومؤتمرات كبيرة ست هيفاء إذا تسمحي لي، احنا بعد تحرير الموصل وتحررت الموصل بدماء العراقيين، واليوم هذا الدم العراقي اللي قاتل به الشيعي والسني والكردي والعربي وكل أطراف الشعب العراقي، هذا خلينا نستثمره. ما بعد هذه المرحلة خلينا نتعاون وتضافر الجهود ولملم جرح العراقيين، وخلينا نبني البلد ونبني العراق. ليش ما يقدروا العراقيين؟ الله احنا ندخل في صراعات وندخل في مشاكل ونقول ذولا سنة وذولا شيعة، ونوضع العراق تحت خيمة واحدة. نعم. ونوضع العراق مثل ما هو. الأجندات الخارجية وين راح تكون؟ أنت تعرف إنه كل الكتل، أغلب الكتل الكبيرة عندها أجندات خارجية. نعم. واليوم الأجندات الخارجية أكو بعض الجهات يعني لها دور كبير. يعني أكو صفافات، يعني أكو بعض كتل سياسية اليوم ذهبت إلى دول وعقدت اجتماعات ومؤتمرات، واليوم أكو بعض من اليوم اللي عقدنا هذا المؤتمر إحنا في داخل بغداد اللي سميناه التجمع الوطني مؤتمر بغداد الوطني. وهذا لو من سميناه بهذه التسمية وكان اجتماع وحضرته كل أطراف الشعب العراقي، أنا لوش تملي عليه دول؟ ولوش أخذ الكلام من الدول؟ ولوش هاي الدول أذهب لها وأعقد مؤتمرات في الخارج إن كانوا من السنة أو الشيعة؟ خلي يقعدون العراقيين بيناتهم وتحت مؤتمر واحد ويعقدون مؤتمر ما بعد هذه المأساة والولايات اللي مرت عليهم، ويطلعون في مخرجات ومقرات تخدم بلدهم وتخدم شعبهم. خلينا ننتقل لسيد المحنة. سيد المحنة، يعني هذا اليوم الاستفافات السياسية وأيضا الاستفافات الدولية الإقليمية، شلون ممكن نقرأ هذا المشهد؟ يعني اليوم هناك دول تضغط يعني على كتل سياسية وهي اللاعب الرئيسي في الساحة السياسية والداخل العراقي، يعني شلون ممكن نتجنب العراق هذا التدخل الإقليمي؟ ست هيفاء، احنا حتى لا نحكي بقضية وردية، احنا نريد ننقل تشاؤم للشارع، نريد يصير احباط. احنا اليوم في انتصارات الحمد لله، هذا شيء ممتاز، لكن هاي الانتصارات يراد لها انتصارات سياسية. أنا أتمنى على الأخوة السياسيين أن ينتقلون كلهم، كل من إحنا مقسمة ترى القضية معروفة، هذا يروح لهاي الدولة وهذا يروح لهاي الدولة وهذا يروح يجي. وما أكو واحد هسه بالشارع اللي رجال بسيط ماكو شيء مضمون. أنا أتمنى على ذولا اللي يروحون كلهم لأي الاتجاهات، ينقل نفسه هو وأخوانه، يقولهم يا بها تركونا على الأقل فتسنتين خل نبني مدنة. انتو شايفين الموصل بالصور واللي شايفها،
ما ظلت الموصل. أعتقد حتى الخارطة التصميم الأساس لازم يتغير، لأنه ما أنا حسة حير بالأنقاض هاي وين توديها وين الموصل. نعم. هذه واحد ما قصته تعرق شوية مثل ما يقول المثل الشعبي، ما يستحي من هاي الدماء من هاي الناس. إحنا يجي بعدنا ما جف الدماء الناس، ما جف الدماء. أنا ما أعرف أول بصرة من يجي قاتل بالموصل والله ما يريد دولارات. نعم. رجال شالت الغيرة واجا، ويعني هسه يا ريت انطرات مو هسه هذيك اللي قالت مو معتصمه، واجت الوادم وقال هذا السيف اصدق عن مو بتمام، السيف اصدق عن باع من الكتب. اجا منك ويا ريت يحصل راتب. لا انا هم اقول لك من منبركم ناس استشهدوا، انا اعرف ناس استشهد هو رايح لابس باسم اخوه لانه عمره صغير راح بالحشد زور جنسيته، او راح لبس باسم اخوه كبير وراح واستشهد وظل السب عائلته، وهذا بلا راتب، نصهم ما عندهم رواتب. لا احنا الان اكو مشروع متبنينا اخواننا النواب بالتيار الاصلاح حيدر الفوادي والاخوان، واحنا متبني مشروع الوفاء للشهداء. خلي بالكي الناس تصير تتكاتب تسوي لهم، عندنا اكثر من 100,000 شهيد، خلي تسوي لهم على الاقل بيوت يقعدون بها لو غرفتين. انا اقول هذا كلامي المهم، أقول خلي يرحون كل من باتجاهه يروح يقول لهم يابا خلونا فت سنتين ثلاثة، خلي شوية نشوف نرجع نازحين نبنو مدننا، وعمي إذا أكو خيريات وأنتم ما فايتين حالنا همي نحن لكل حادث حديث. لكن المشكلة هو هذا اللي هنا هو يعني مترطب على هالقضية. نعم. تجي دولارات ناشفة وتجي يجي دعم ووقت نعم. الانتخابات فضائيات موجودة وإحنا هم بشر قلت من ساعة فضائيات نعم. حلوة نعم. والناس تسمع والناس هم تقام تخاف منه نعم. وتشوف تمشي وراه وصدق نفسه ماكو تجي نعم. حافة بالواد منا ومنا نعم. هم مصدق نفسه هو بطل قومي عبالك الشسمة ومشكلة يعني هذا هاي المرض النفسي. واحنا نعم. هم قلت من ساعة اخويا قلت حكم الشيعة الله يخليك شو احنا على الكرسي ونتلافت وين يا حكم الشيعة خلنا نكون واقعيين شوية. لا انا ما اقصح لا مو حتى نصحح للمواطن لا مو انا تحدثت هذا الكلام حتى المواطن، انا اقصد الحكم الشيعة يعني اهالي الجنوب حتى لو ما رئيس الوزراء. هاليوم الاغلبية بالبرلمان المن الأغلبية للشيعة 184، هاليوم الحكومة التنفيذية مو للشيعة، لا مو للشيعة مجالس المحافظات التعوف هذا كله مجالس المحافظات مو للشيعة، هم نفسهم بالبصرة وبالعمارة وبالناصرية وين الخدمات فرقون مو عالسكر وين الخدمات لا تقل لي هذا الحكي وين الخدمات للمواطن قولوا نحن مقصرين وراح نعوض راح نعوض المواطن بس مو نعم أنا أتحدث على المناطق الجنوبية والمناطق السنية السنة كلها مقصرة من أكبر رأس إلى أكبر رأس يعني نحن نتحدث بكل صراحة بيش تعوض شو نعوض يعني وين ما تعوض العراق مطلوب 111 مليار دولار قروض وين وديتوها الفلوس وين وديتوها يا استاذ يعني الله يخليك احنا بالحكومات يعني انت لا تحاسب لي واحد فاسد ولا تكاتب لي واحد فاسد ولا تجيب لي واحد تقيله وهذا من حزب اسف ولندن وتقول هاي دوله انا اعتبر داعش ما انتهت لانه الفاسدين ما انتهوا. هو ليش سقطت الموصل والانبار وال ليش سقطت؟ نعم. فاسدين نعم. انت لما اكو فاسدين شلون تنتهي داعش والان نعم. ارجوكم اذا الاحزاب السياسيه هسه ما ادري الله شلون يحلها وياهم اذا ظل على هالوضعيه ما اعتقد يعني نعم. نفس الشيء نفس الداعش نعم. تجيب وجهها نعم سيد كامل يعني ايضا مثل ما تحدثنا عن مظلوميه الشيعة ايضا نتحدث عن مظلوميه السنه اكثر من 3 مليون او مليونين نازح بسبب السياسات الخاطئة للقيادات السنية وبسبب الصراعات يعني بصراحة ضيعت الموصل وضيعت الأنبار وصلاح الدين وديالة دمرتوهم للمناطق السنية يعني يا ريت المواطن يصير عنده إدراك وينتخب من هو يخدمه بالمرحلة الجاية. نتحدث عن البعض أكيد مو على الكل بس أكيد القيادات السنية والسياسيين أيضا مسؤولة عن هذا الخراب. استاد فائز أريد أختم وياك أختم لي بكلمة يعني للمواطن توافقني رأي أنتم القيادات الشيعية دمرتوا المناطق الجنوبية وما أعطيتوا واحد استحقاقها. هذا الكلام شخص صحيح مو مساء الشيعة نعم. مسؤولين عن مناطقهم صحيح نعم. والسنة عن مناطقهم والكل عن مناطقهم نعم. أما المفهوم العام أن الحكم اليوم بالآخر حكم شيعي
فالحكم مش وين كان الشيء سيد العزيز انا اتكلمت ليش لبت بهاي الكلمه اتكلمت انه 100 و184 تحدث لي على الفساد 184 نائب شيعي تقدر تحاسب وتقيل الفساد عندكم جهات تنفيذيه بالحكومه رئيس الوزراء شيعي انا من اكون من البصره واكون شيعي انا اعتب على قيادات الشيعيه هذا كلام صحيح يعني انا اتحدث عن الان يتج نعم انا ما اتحدث هذا كلام شكل عن النساء هذا كلام شايته انه انا كنائب شيعي بصري مسؤول عن نعم. البصرة وعن الشيعة وعن مناطقه نعم. مو بس الشيعة النائب من العراق يعني نعم اخر كلمة استاذ نائب خلص الوقت تفضل استاذ كامل لان خلص الوقت انتم مسؤولين عن خراب مناطقكم وايضا اليوم المواطن العراقي نازح وحاله حال الضيف تفضل نعم بالنسبة للمناطق السنية كانت اكبر ضرر اصاب العراق في المناطق السنية اول ما بدت القاعدة وبدأ الإرهاب في المناطق السنية واللي قاتلوا القاعدة والإرهاب هم أهل السنة وبعدين وصلت إلى مرحلة الأمور الأخرى والخلقة الطائفية والحرب الطائفية ووقعوا بها السنة دمروا ووصلت الحالة وصار بها تهجير وقتل وأمور ووقعوا طبخ بين النارين أما ما بعد جتنا داعش وداعش هجرت المناطق السنية فالأمر يجب على الحكومة وعلى المسؤولين وعلى الكتل السياسية وعلى المراجع الدينية في النجف وكربلاء وعلى كل الجهات اللي موجودة أن تنظر إلى السنة كيف انظلموا وما هي الأضرار اللي صابتهم هسه نجيب إحصائية اللي موجودة أصابت أكثر شيء أهل السنة اللي وصلوا إلى هذه المرحلة من تهجير ومن دمار ومن أما بعض الزعامات اللي موجودة الزعامات إحنا نحكي على الزعامات وانت تحدثتي تقولين نعم تقولين بعض الزعامات نعم بعض الزعامات ليس هم هل هم أهل السنة نعم السياسيين الكبار والزعامات انت لا تقولي علي كامل الغريري أو بعض الناس اللي موجودين خلاص ما عندهم هم زعامات خلص الوقت ما رضيت عليه غلط قال أنا صادق مو صالح أنا أقول أتمنى أن يصير وعي مجتمعي وأتمنى أن يزيد وعي سياسي أيضا لا وعي سياسي من النخبة لا وعي مجتمعي أفضل يعني التنمية المجتمعية أهم إذا بنينا الإنسان بنينا الأوطان ما الطابقات مو راحن هسه تفلشن لأنه لو باني الناس معتدلين وواقعيين ومطائفين ووطنيين كل هذا ما صار شكرا جزيلا بالختام أشكر ضيوفي الجيش العراقي هذا اليوم كفى ووفى وتحررت الموصل وهاليوم نحتاج تحرير اللعفر والحويجة وباقي المناطق مثل هذه المناطق سهل تحريرها وما يصعب على أبطال الاتحادية ومكافحة الإرهاب بس هذا النصر ما يكتمل إلا ترجع المدن ويرجعون النازحين وتتعمر المناطق ويعوضون أهم شيء أهالي الشهداء وهذا يحتاج له حملة وطنية تقودها الحكومة أما إذا ينترك الأمر للصراعات السياسية تبقى نفس المشاكل لازم نبعد المؤسسات الأمنية والوزارات الخدمية عن هاي النزاعات ولازم نطمن المواطن إنه الغلط اللي صار بسقوط المدن بعد ما ينعاد ونعاقب على الخطاب الطائفي والتحريضي اللي يهدد أمن البلاد تصبحون على وطن آمن في أمان الله.